أم متحكمة جدا، ما بتفوتش حاجة، تعمل كل ده علشان خاطر بناتها، ودلوقتي عشان خاطر ولادها اللي بقوا أربع ولاد بقوا ولادها خلاص. ما بتفوتش حاجة عشان مصلحتهم، مش علشان هي دماغها كده. هي ست كلاسيكية جدا، ما عندهاش اللون الرمادي، هي عندها يا أبيض يا أسود. أنا عندي رمادي كتير. تمام. احنا مطروح، احنا كل عمل بنختار مكان نروحه. السنه اللي فاتت اسكندريه، والسنه احنا قررنا نقدم مطروح للناس، لان الحقيقه هي مكان مبهر جدا، ويمكن الاضواء مش متسلطه عليه اعلاميا، فحاولنا نقدمه بشكل كويس يخدم اهالي المنطقه، يخلي الناس تفكر انها تروح هذا المكان الساحر. يبقى طول الوقت انت بتعملي حاجه عايزه تبقى جنبها حاجات تانية، بقى صورة حلوة جنبها، رسالة خفية للناس اللي هناك ان احنا شايفينكم. مصر مليانة اماكن كتيرة، طبيعة عظيمة جدا، ليه ما نروحش ونصور؟ حتى رغم المجهود الرهيب اللي اتبذل، الناس كانت بتنزل حوالي اكتر من 300 متر في عجيبة، شايلين المعدات وشايلين الاجهزة وكل حاجة، وطالعين بنفس الحاجات دي، مفيش حاجة تقدر تساعدهم انهم يشيلوا. وانا بشكرهم حتى على المجهود الرهيب اللي هم عملوه ده، بس في الاخر لما الحاجه بتطلع بشكل كويس كلنا بنبقى مبسوطين وسعداء بالنتيجه في النهايه.